هل العيب سماحتكم في الحاكم؟ سؤال وردنا في البرنامج، هل العيب في الحاكم أم المحكوم؟ يعني فيما نحن فيه الآن، هل هو يعني من بعد عن المنهج وعدم استقرار حتى على قراءة المبادئ والأصول الأولية سواء في الدين أو حتى في الحضارة العربية والإسلامية، على من يقع العبء الآن على ما يجري في مصر، هل على الحاكم أم على المحكوم؟ على كليهما، على الحاكم وعلى المحكوم، لأن الحاكم في هذا التواجد يعلن بصراحة أن البلاد ديمقراطية وأنها سائرة في الديمقراطية، وكنا نتمنى أن يقول أنا سأقيم في الناس شرع الله. نحن جند له وإخوة له وأتباع له، يسمعنا يأمرنا فنسمع ونطيع. فكنا نتمنى ولا زلنا نتمنى أن يقول أنا سأقيم شرع الله فيكم. حينئذ نفديه بأرواحنا، نفديه بدمائنا، نفديه بأموالنا، نفديه بأولادنا. فالحاكم قصر في هذا الباب. المحكومون أيضا منهم كما ترى غثاء وهمل رعاع، كهؤلاء المتظاهرين في ميدان التحرير، ما بين ليبرالي مارق من الدين، وما بين علماني فاسد لا يريد دينا، وما بين من يبغيها عوجا، وما بين أيضا شخص يريد الفساد في الأرض. فهذه فئة، وبين ذلك قوم عوام يريدون إقامة شرع الله فيهم.